أنا الطالبة مريم ناصر مطيع كلشات من الجمهورية اليمنية من محافظة المهرة من ثانوية بلقيس. طيب ما رأيك في مبادرة الموهوبون العرب؟ بالنسبة لي مبادرة موهوبون العرب مبادرة تنموية رائعة. حدثينا عن حياتك العلمية وبمن تأثرت؟ اجتهدت في التعليم منذ بداية التحاقي بالمدرسة، وكنت مهتمة دائما بمذاكرة دروسي أول بأول. وبمن تأثرت؟ تأثرت بوالداي اللذا أكملا تعليمهما. هل لديك قصة مع موهبتك؟ ليس لدي قصة معينة، ولكن تفوقي في التعليم يكفي. هل لديك موقف يعبر على أنك موهوبة؟ نعم، هذه المسابقة. كيف كان أداؤك مقياس الموهوبون العرب؟ جيد، لكني واجهت بعض الصعوبات المتعلقة بالإنترنت. ماذا تتطلعي أن يؤثر فيك هذا الاكتشاف؟ هذه المسابقة ساعدتني في اكتشاف ذاتي، وعززت ثقتي بقدراتي، وجعلتني أشعر بالتميز وأني قادر على الإنجاز في المستقبل. على أي أساس تم ترشيحك من دولتك؟ تم ترشيحي حسب مستواي العلمي الذي حصلت عليه في الصف التاسع والأول الثانوي. ماذا يعني لك مشاركتك وترشيحك من دولتك؟ الفخر والاعتزاز بأني أحمل اسم دولتي. كيف ستحقق رؤية الموهوبون العرب؟ بالجد والاجتهاد في مختلف مجالات التعليم. لو تم اكتشافك، ما هي الخطوات القادمة؟ سأسعى جاهدة على استمراري بتطوير قدراتي وتشجيع من حولي باكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم العقلية ليكونوا أكثر إنجازا في المجتمع. بعد أن رشحتك دورتك للمشاركة في الموهوبون العرب، ما هو طموحك القادم؟ أنا أحقق مراتب متقدمة وأرفع اسم بلادي.